السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. نبدأ درس اليوم وهو درس التمييز بالمقطع الأول أو الجزء الأول من هذا الدرس. نبدأ ببعض الأمثلة. اشتريت مترا قماشا. في الجملة الأولى عندما قلت اشتريت مترا، هل عرفتم متر ماذا؟ مترا، نعم متر ماذا؟ قد يكون قماشا كما في الجملة التالية، قد يكون سلكا، قد يكون شريطا، قد يكون أي شيء. إذن مترا هنا كانت مبهمة، لم أفهم مترا ماذا، إنما عندما قلت اشتريت مترا قماشا، مترا قماشا، الآن هنا ظهر المعنى وعرفت مترا ماذا، وأزيل الإبهام عن مترا، فمترا لم يعد مبهما، إنما صار معرفة بالنسبة لي، أنا أعرف الآن مترا ماذا، مترا قماشا، اشتريت مترا قماشا. فقماشا هنا هذه الكلمة أسميها تمييز، أسميها التمييز. لماذا؟ لأنها ميز مترا وأزالت إبهامه ووضحته، فأسميها تمييز. فقماشا هنا تمييز، فالتمييز اسم نكرة. اسم ماذا؟ نكرة، ليس معرفة. اسم نكرة يذكر بعد اسم مبهم، هذا هو الاسم المبهم، وأسميه المميز. الماذا؟ المميز. إذن هذا تمييز وهذا مميز. قماشا تمييز، مترا مميزا. التمييز اسم نكرة يذكر بعد اسم مبهم الذي هو المميز. لماذا؟ ليوضحه ويزيل إبهامه، ليوضحه ويزيل إبهامه. والاسم المميز نوعان، قد يكون المميز ملفوظ يذكر في الكلام، فأقول حضر ثلاثة تلاميذ. ثلاثة ماذا؟ تلاميذ. أين التمييز؟ تلاميذ. أين المميز؟ ثلاثة. ثلاثة مميز. هل أنا ألفظه في الجملة؟ نعم. هل أكتبه؟ نعم. هل أراه؟ نعم. إذن هو ملفوظ، هو أمامي، أنا ألفظه وأراه أمامي، لذلك المميز هنا ملفوظ. الآن وهناك نوع آخر للمميز وهو الملحوظ، يلحظ من الكلام ولكن لا يلفظ فيه، فأقول مصر أكثر البلاد أمناً، أنا أرى التمييز أمنا ولكن لا أرى المميز. فالمميز هنا ملحوظ، يعني لم يلفظ، إنما لحظ، لحظ يعني فهم من الكلام فقط. تعالوا لنرى أنواع الاسم الملفوظ، أنواع الاسم الملفوظ وكيف يأتي المميز، كيف يأتي للمميز أشكال عدة. تعالوا لنرى. اشتريت رطلا لحما. أين المميز في هذه الجملة؟ رطلا، رطلا هي المميز. على ما دل المميز هنا؟ دل على وزن. وأين التمييز؟ لحما. ماذا أعرب لحما؟ تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، باع الفلاح إردبا قمحا، إردبا قمحا. على ما دل إردبا؟ على كيل. وقد أقول شربت كوبا حليبا، كوبا حليبا، أيضا كوب دلت على الكيل. الآن إردبا، إردبا دل على كيل. وأين التمييز؟ التمييز قمحا. ما إعرابه؟ قمحا تمييز منصوب. الآن زرعت فدانا أرزا، زرعت فدانا أرزا. كلمة فدان على ما تدل؟ تدل على المساحة أو المسافة، تدل على مساحة أو مسافة. الآن أين التمييز؟ التمييز أرزا، أرزا. تمييز ما إعرابه؟ تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن المثال الرابع، قرأت عشرة كتب، عشرة كتب. أين المميز؟ عشرة. على ما دل عشرة؟ على عدد، هذا يدل على عدد، عشرة، ثلاثة، خمسة، أربعة وإلى ما هنالك. إذن عشرة دلت على عدد. الآن أين التمييز؟ كتب. التمييز هي كتب هنا، هنا جاء التمييز مجرور وهذا ما سأشرحه لاحقا في الفقرة التالية. الآن لكن كيف يعرب المميز؟ المميز يعرب حسب موقعه من الجملة، فقد يكون اشتريت رطلا مفعولا به، وقد يكون فاعل وغيره، لكن هنا باع الفلاح إردبا، إردبا مفعول به منصوب، زرعت فدانا، فدانا مفعول به منصوب، قرأت عشرة مفعول به منصوب، عشرة مفعول به منصوب. طيب، على ما يدل المميز الملفوظ؟ على ما يدل المميز الملفوظ؟ يدل المميز الملفوظ على، نعدها معا، وزن أو مساحة أو مسافة أو كيل
أو عدن، يجب أن تأتي واحدة من ألفاظ هذه الأشياء، ألفاظ الوزن أو المساحة أو المسافة أو الكيل أو العدد. الآن الخلاصة، الاسم الواقع بعد المميز الملفوظ. الاسم الواقع بعد المميز الملفوظ يعرب تمييزا. ماذا نعربه؟ تمييزا منصوبا، تمييزا منصوب. إذا الأصل في التمييز النصب، لكن يجوز جره بالإضافة أو بحرف الجر من. الأصل في الاسم الواقع بعد المميز أي بالتمييز، الاسم الواقع بعد المميز الملفوظ يعرب تمييزا منصوبا ويجوز جره بالإضافة أو بحرف الجر من، كالأمثلة. تعالوا لنرى هذا المثال: اشتريت قنطارا قطنا، قنطارا قطنا. أين المميز؟ قنطارا، على ما دل؟ دل على كيل. قنطارا قطنا، قطنا تمييز. كيف جاء التمييز، منصوب أم مجرور؟ لا، هنا جاء منصوب، فأقول قطنا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجملة التالية: اشتريت قنطار قطن، قنطار قطن. الآن كيف جاء التمييز؟ جر التمييز، جر بماذا؟ بالإضافة، قنطار قطن، فقطن تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. الجملة التالية: اشتريت قنطارا من القطن. أين تمييز قنطارا؟ قنطارا مميز، أين التمييز الذي أوضحه؟ القطن. طب القطن هنا كيف جاء؟ جاء مجرور بمن ومن حرف جر، فأقول تمييز مجرور بحرف الجر من وعلامة جره الكسرة. والاسم المميز يعرب حسب موقعه من الكلام، فقنطارا مثلا اشتريت قنطارا من القطن، أو قنطارا قطنا اشتريت أنا قنطارا، فقنطارا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أحبائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، للكلام إن شاء الله بقية في حصة قادمة وفيديو آخر، أتمنى أن تتابعوا معي شرح هذا الدرس.